تونسي بقيادة المايسترو محمد الأسود باش يكون فيها حاضر غازي عيدي كيف كيف مهدي عياشي وأسماء بن أحمد. ألو ألو ستار، معنا أسماء بن أحمد. أهلا وسهلا يا أسماء. أهلا أميز لحويلك. يلا لك وحشة، توحشتك برشا برشا. وينك يا أسماء؟ وينك؟ وين غايبة؟ وين متخبية؟ هاني بشوي بشوي بديت نرجع. إن شاء الله عودة ميمونة وإن شاء الله نشوف. متخبية عليكم بش توحشوني. هي هو الوحش موجود، توحشنيك برشا، أما نحبك زيدا موجودة ونحب نشوفوا أعمالك ونشوفوا طلت زيدا أسماء بن أحمد. عايشك أميمة وتكاينا ديما نتابع فيكم. يعيشك يا أسماء. ومحليكم وإن شاء الله ديما مواكبينا ومواكبين كل الحركة الثقافية يا ربي. إذا أقل يسمعوا فينا الكل. يعيشك يا أسماء، إذا أقل ويجب أن نتابعوكم ونشجعوكم أنتم فنانين التوينسة على خطر أنتم اللي تدومونا راهو البقية ليرة. أنتم اللي نخدموا معاكم وأنتم اللي نلقوا بعضنا دونك أنا كل أحجار الويد. ذاك هو يعطيك الصحة. أسماء دونك غدوة إن شاء الله باش تكون موجودة في سهرة الأغنية التونسية بقيادة محمد الأسود مع غازي العيادي كيف كيف مهدي عياشي. سولد أوت يا أسماء. أي مسؤولية كبيرة الحقيقة. نسمع فيك عارش مين يا أسماء؟ صوت تقص. أسماء معنا مازلت؟ لا لا، ظهر لي التليفون قص. دونك عاودوا كلموا لي أسماء بن أحمد، نحكيوا على سهرة الأغنية التونسية اللي غدوة إن شاء الله باش تكون في مهرجان الحمامات الدولي بقيادة محمد الأسود. السهرة سولد أوت ما شاء الله، معناها توانسة يحبوا يسمعوا الأغنية التونسية، يحبوا يسمعوا الأصوات التونسية كيف ما أسماء اللي ما شاء الله عليها من الفنانات اللي عندها صوت وحضور مميز، كيف كيف غازي العيادي من الفنانين اللي يحبوه برشا، ومهدي عياشي اللي كان حاضر بحذينا وحكينا على تفاصيل العرض. السهرة هذه زادة باش تكون موجودة كيف ما حكينا قبيلة مع درصاف الحمداني في مهرجان بنزرت الدولي، باش تكون موجودة درصاف الحمداني، غازي العيادي، مهدي العيشي، وأكيد بقيادة المايسترو محمد الأسود. دونك اللي حب يستمتع بالأغنية التونسي، باللهجة التونسية، بالموزيكا التونسية، بالطبع التونسي، غدوة إن شاء الله يستنى فيكم عرض حلو برشا برشا في مهرجان الحمامات الدولي مع كما قلت أسماء بن أحمد، غازي عيدي، مهدي عياشي. قاعدين نحاولوا نتصلوا مرة أخرى بأسماء اللي حكينا برشا زيدا على حضور بنتها غالية اللي كانت حاضرة في سهرة الافتتاح في مهرجان قرطاج الدولي، عودة أغنية مي مي مع الفنان القدير لطفي بوشناق في عرض عايش لغنياتي، ولقات الحقيقة استحسان العديد من الناس اللي برشا علقوا على حضور غالية وحبوها برشا غالية واعتبروها السومة صغيرة. أسماء مرجعت بحذينا، مرحبا. ومي ما نعرف شنو صار، قعدت نحكي وحدي عرفت. مش مشكلة. بسم الله عليك. باهي، كنا نحكيو على مهرجان الحمامات الدولي غدوة إن شاء الله سولد أوت. قلت لي مسؤولية كبيرة. أي قلت لك مسؤولية كبيرة وثقة الحمد لله متبادلة أبارامون ما بين الناس اللي عطاو ثقتهم فينا وبين إحنا زادة. أنا بيدي الحقيقة عارفة اللي محتوى الحفلة والناس اللي فيها بقيمة كل واحد تستحق أنه على الأقل أنه تكون سولد أوت. دونك ان شاء الله يا ربي تكون سهرة مزيانة، متأملة برشا خير وفرحانة باش تقابل مع العباد وفرحانة بهاللمة المزيانة هذه الحقيقة. مهدي العياشي، غازي العيادي، محمد الأسود، كل الموسيقيين والقائمين على العرض حاجة مشرفة. ان شاء الله بالتوفيق لكم. وانا نحكي قبيله وما يحاولوا يتصلوا بيك اسماء، قلت انه التونسي يحب يسمع التونسي، يحب يسمع الاغاني التونسي، يحب يسمع الاصوات التونسية ويشجعهم ويجي ويدعمهم ويحضر. بطبيعة احنا ديما نقعدوا متشوقين، احنا حتى كفنانين قد ما نحبوا الشرق قد ما نحبوا الستيل الاخرين، هذا الفنان يحب يبدا حر، معناها طليق توا العالم الكل محلول على بعضه ونحبوا نسمع ونغني كل شيء، اما تبدا حاجه فينا من داخل هكا يبدا اول ما اول طباعه ولا اول نغمه ولا اول ايقاع تونسي يدخل تحس الوجوه تتناوش بالجولية. بيان سور يحبوا يسمعوا، يحبوا جونا، هذيك متاعنا صحيت وهذيك هويتنا وهذيك احنا، بعد نعملوا كل شيء مش مشكل، اما كي تبدا سهريه للاغنيه التونسيه انا ما نجم كان نفرح. شنو محضرة أسماء غدوة لجمهور الحمامات اللي عنده طابع خاص ومميز جمهور الحمامات؟ أكيد أنا ياسر نحب فيستيفال الحمامات الحقيقة، نحب برمجته، نحب الستيل، ونحب الموقع نتاعو كله، يعني فيه شارم وحده سبيسيال وجمهوره أكيد يتبع
يعني يتبع الطابع نتاعو الكل. غدوه ان شاء الله باش يكون باش تكون برمجه سريه هي اونتر نو تخوا معناها، وانا سبيسيالمون باش تكون برمجه تونسيه عتيقه معتقه فيها من اغاني وفيها من اغاني عمري لغنيتهم قبل. حبيت نعمل حاجه، حبيت نعاود معناها، حبيت نعمل حاجه انا بدي نشيخ وانا نعمل فيها. وشاف دركات زاده محمد لاسد يبدا عامل جو وهو يبرب والمسيحيين تلمسوا حاجات ما تقالوش قبل، ويحكي زاده على تاريخ الاغنيه التونسيه من قبل حتى لتو. فما اغاني باش تجمعكم الثلاثه، غازي عياد ومهدي عياشي واسماء بن احمد. تحرق الفازيت انا والله نحب نحرق، انا متشوقه نحب نعرف. والله فما انا على اي فما حويجه، فما حويجه دونك فما مفاجات تستنى في جمهور مهرجان الحمامات. قلت لي على اختيار الاغاني، كيفاش تم الاختيار اسماء؟ كان بالتشاور مع محمد الاسود ولا دللت شويه عليه؟ أكيد احنا في الاخر نخمس كيف ونتشاوروا مع بعضنا ونتفهموا في الاخر، ما فهميش كان انا نتفهموا على خاطر كما قلت لك من الاول هو فما انتام معناتها باش نكونوا واضحين، يعني هي مش حفلتي انا وحدي ولا حفلة مهدي العياشي ولا هي حفلة الاغنية التونسية، دونك يلزمنا الكل يبدا عندنا التوش نتاعنا بيان سور مع اكل لوماج. هو سي ان لوماج تبع لو في بطبيعته، حتى الدات عندها معناتها سي سامبوليك لو 25 جويي، دونك فما هذيك انتيم صحيتك انتيم لازمنا نحترموه، وان ميم تون نكونوا احنا فرحانين زاده ونقولوا حاجات نحبوها. باش يكون بالموافقه ما بين الطرفين. باش يكون زاده فما عرض اخر في مهرجان بنزرت نفس التركيبه، مهرجان بنزرت الدولي نهار 5 اوت السهره للاغنيه التونسية، ولكن باش تكون موجوده درصاف الحمداني. علاش؟ والله ما عنديش فكره الحقيقه. درصاف والله فرحت انا كي شفت خاطرته، حتى انا بدي عندي برشا مكان. كانت بحذايا يا اسماء، مش كيف كنتي ماكش موجوده، نحكي معك بالتليفون. خلوم شوي اللوم. اللوم المحبه جاي. تعرفني نحبك برشا اسومه والمحبه متبادله، دونك جيت بطبيعتها كيكا معناها اختيار من محمد اسود. اي بتتخ تبع الاداره ولا تبع محمد ما نعرفش الحقيقه. اما اكيد ما نجمو كان نفرح برصاص فنانه مهمه، فنانه تونسيه كبيره ونحبها برشا. صحيح. باهي نحكي توا على غاليه، ما نجمش اسمها بن احمد معايا وما نحكيش على غاليوتا. عامله الحدث غلوله. غاليه ظهر لي كانت تحدث مواقع التواصل الاجتماعي، ظهورها كان مميز، طلتها أسومة صغيره معناها نجم نشوفوا مستقبلا اسمها بن احمد جديده. عاودت اغنيه مي مي مروه قريعه اللي غنيت الاغنيه وكانت حاضره معايا زاده كيف قالت محلاها غاليه كي سمعتها عاودت عشت نفس الاحساس اللي عشته على ركح مهرجان قرطاج عام 99. وي سي نوستالجيك، انا بدي حكيت معاها مروه، حكينا وقعدنا نذكروا خاطر انا ومروه من نفس البروموسيون بريسك، ونحكي انا وياها رغم اللي هي سافرت وما نحكيو بعد ساعات نحكيو على الفن ونحكيو على مروه فنانه وحساسه برشا ونحبها زيدا، نحب صوتها ياسر واحساسها ومحليها كيف بنتنا معناها بنتي تغني حاجه قالتها هي، سي تري نوستالجيك سامبوليك ومحليها. الدنيا الوقت كيفاش يجري قال لطفي بوشناق لا يمكن بالريمه يا اسماء. والله بالحق. اما احنا كي نتبادل الفن هكا لبعضنا نسلموا يقعد ديما الفن ماشي في عروقنا كما نقولوا. قالوا لها ما شاء الله عليها كما قلت عملت امبوز هكا ارتستيك مزيان برشا ما كنتش نتوقع الحقيقه، والحمد لله ربي يعطيها الوقت الطيب وربي ان شاء الله يا ربي تكبر وتحقق احلامها الكل. كيفاش عاشت غاليه؟ نصور انت امها قرب شخص ليها، دونك كيفاش عاشت الوقفه قدام جمهور مهرجان قرطاج؟ فما ستريس؟ توترت ما توترتش؟ كيفاش خذيتها الحكايه ولا عاشتها؟ والله ما نكذبش عليك يا اميمه، غاليه معناتها مانيش نقول انا هكا باش نبدا نحكي نقول بنتي زيرو ستريس وزيرو شو، بالحق هي عاشتها يظهر لي من قراءتي الخاصه تفسيري خاطر انا نخاف مليار مره اكثر من اللي منها هي. توا معناها هي يمكن خاطر طفله، يمكن خاطر مغرومه دخلاني معناها من غير سي با ريفليشي عند غاليه الفن، مازال ماهوش حاجه قاعده محسوبه، هي حاجه فيها داخليه تعيشها تطلع تفرح بها تمارسها كما يجب، تبارك الله عليها معناها كونفورت
وتهبط تلعب على روحها بالوقت مع التأليم اللي نزلت في البول نتاع الطفلة اللي فيها غالية من فيها أوضارة ومعتها مازلت صغيرة على ربي فضل ليلك عايشك. دونك الثقة هذيك في النفس زادة خليتها تكون فرحانة معناها اللي تعبدت واللي قلقت قبل هي إذا اللي عطتكم معناها سؤال يظل سألتوني وبعث لكم وكالت تجي وانا فين معاش تعدى ولي قالت انا قلقت والروبة وجعتني عذبت الروبة معناها ستيفالس خست عشتين جد قلقت وبعد شيخت شيختين عاملت امومون دو بليزير وهبت على روح. مروة كي حكيت معاها قلت لها في العمر هذاك كيفاش عشت حبيت نفهم الاحساس كيفاش يكون في عمر صغير قالت لي راهو في العمر هذاك ما تكونش كونسيونت معناها اللي قدامك جمهور يمكن انا توا في عمري هذا نخاف من الجمهور اكثر من اللي صحيح. وقتها وانا صغيره صحيح في لطفي بوشناق وما ادراك بعد الكارير هذه الكبيره الكل معناها لازمك تشوف حجم الستريس اللي كان فيه وحجم المسؤوليه هو نعرفه ديما مسؤول وديما عمره لا يقول وصلت وديما عنده خوف كبير واحترام كبير للجمهور الخوف اللي حدته وشفته انا معناها قبل ما يطلع معناها حاجه ما تتوصفش غاليه طفله مازالت تو تكبر انا ما نتمناليش تولي يجيها تراك لما حاله خاطر من اخر تراك تراك الحقيقه يقول لك اذا ما عندكش تراك دونك امشي راجع روحك خاطر تراك يخليك تنجح وتقدم وتعطي خير قد ما توعى وتكبر قد ما يجيك تراك اكيد. لطفي بوشنيخ زاد كيف كيف كان له تصريح هوني في فان تايم يقول غاليه ضمره برش احلاها غاليه وضمره برش عندها ضمار هاي اي غاليه بنوته ضمره فرشكه فنانه سيريوز زيدا ماهيش معناها الي سيريوز كي تاخذ حاجه تعملها تتقنها تحب التحديات وتحب المسابقات وتحب تربح نحب فيها برشا حاجات الحقيقه وهاي بنتي ومثالش كان نشكرها على خاطر كان نشكرها راني فخر وبتنشيها خاطر تحب نراها ديما احسن واحسن ان شاء الله. تتمنى لها تكون فنانه محترفه اسماء بن احمد كون صريحه معاك شو شو نقول لك والله بيان سور نتمنى لها تكون فرحانه على خاطر اذا كنت تكون موهوبه انا نرام روحي وانا صغيره انا الفن كان يفرحني الغناء كان يفرحني دونك وانا ما نرجش نتمنى لبنتي حاجه غير انها تكون فرحانه لكن ديما عندنا تخوفات حكم احنا جربنا وقاعدين مازلنا نجرب ومازلت انا في قلب الصراع انا والتخبطات في الميدان الموسيقي في تونس ماهوش سهل بالكل أن تصنع اسم وكارير ماهوش سهل ممكن نخاف عليها برشا نتمنى تطلع تكون تمارس الحاجه اللي تحبها اما نتمنى تكون مرتاحه ما تكونش في ضغوطات والا تتعرض لضغوطات كبيره بتدخ نتمنى تكمل قرايه اخرى وتكون فنانه في نفس الوقت ما نعرفش اما هي باش تختار في الاخر هذا اكيد ان شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب وان شاء الله كيف ما قلت انت تكون فرحانه هذه اهم حاجه. نحب نعرف اسماء كيفاش اختاروا غاليه شكون اللي اختار غاليه كيفاش صارت العمليه والله كلموني مع ليكيب حمزه بوشنيق راضي سيود عبد الحميد بوشنيق بيان سور بعد ما حكيو مع سي لطفي معناها كلموني طول قالوا لي راهو خاطر يعرفوها معناها غاليه قبل تعرف اللي قبل الباساج هذيا ما شاء الله عليها كل ما تهبط حاجه تعمل دوره باهيه صحيح كيما في دي تيب وقتها زاد تعديت ضربت بالكدا مع نضال اكزاكتومون ملي صغيره حتى ساعات نهبطها انا معناها في حاجه رغم اللي مانيش قاعده نعمل في ماتراكاج للغاليه ولا حاجه مره في الفي اما اي حاجه نهبطها حتى ساعات نويها هكا وتعمل حاجه دونك وليت سي بون معناها وليت يعرفوها العباد ويعرفوها الموسيقيين وكل دونك خموا فيها وعيطوني وجربنا وسايتي معناها تبارك الله عليها من اول بروفه مشيت كي زيت فوق الماء. ربي فضلها ان شاء الله. مدام امال بكوش كتبت تعليق قالت قداش هي فخوره بحفيدتها غاليه. كيفاش شريت التعليق؟ اكيد بالطبيعه يقول لك معاد من الولد كان ولد الولد معناها حاجه انها تقعد كيما قلت لك انك الانتباه هذاك محليه معناها نتصور انا خاطر في الاخر احساسها ما نجمش نجم نفهمه ما نجمش نحس بيه كيف ما هي انها ترى ولد معناتها بنت ولدها شختين وهي فنانه وطلعت على مسارح فنانه كبيره وطلعت على مسارح في تونس وخارج تونس دونك اكيد حس احساس كبير معناها وعبرت عليه.
ربي يفضلها لينا الكل. امين يا ربي. ميرسي اسماء، محليك ومحلي الحديث معاك، ونستناك راني مازلت باش تجي بحذايا ونحكيو اكثر. والله نوعدك دائما ان شاء الله نحكي اكثر جديد ان شاء الله. موديكا مزيانة اهم حاجة، وبرشا حكايات من بعد ان شاء الله يا ربي. بالتوفيق ليك اسماء غدوة ان شاء الله في مهرجان الحمامات، ان شاء الله تكون حفلة ناجحة. شكرا ليك وفضلك غليوتا يا ربي. تعايشك، ميرسي بوكو. بسلامة، باي باي. بسلامة، باي باي. كانت معنا الفنانة التونسية اسماء بن احمد، غدوة تلقاوها على ركح مهرجان الحمامات الدولي برفقة المايسترو محمد الاسود، باش يكون مع الفنان المميز غازي عايدي، مهدي عياشي. دونك الموعد غدوة في مهرجان الاغنية، مهرجان الاغنية، مهرجان الحمامات الدولي. نسمع اسمه بن احمد على ديوان فهم وراجعين مك مع سبور ماك.